مشاهدينا، نجحت قوات وحرس الحدود بجنوب سيناء في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مجابهة أعمال التهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وأشار بيان صادر عن القوات المسلحة إلى أنه أثناء مرور أحد الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق، تم الاشتباه بإحدى العربات، وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية، مما أدى إلى التعامل معها وأسفر لاشتباك عن مصرع أحد المهربين واستشهاد ضابط وإصابة ضابط وجندي. هذا وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب.